قناة إسماعيل تقدم رحلة الحروف مع جنى وكريم وكنفوش. مع من سنلعب الآن؟ كريم، أريدك أن تلتقط لي صورة وأنا أرتدي القبعة. ق ق ق. واحد، اثنان، ثلاثة. من أخذ آلة التصوير؟ إنه القرد. أعدها إلينا أيها القرد. لن أعيدها قبل أن ألتقط صورة جماعية لنا. أكيد، بكل سرور يا قرد. خا خو خي. خا خو خي. لنكتشف كيف يتغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، اضغطوا على الصورة لنسمع الكلمة. قارب، مقص، صندوق. هيا يا أصدقائي لنساعد القردة في جمع حرف القاف. ق ق ق. ق ق ق. ق ق ق. ق ق. ق ق ق ق. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. قي، قرد. لنجمع ونستمع إلى المردود القصيرة والطويلة. Oh.
اضغطوا على البيضة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس.